أكثرهم وينفعون أنفسهم ويشكروا كثيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على الاستضافة. ونحن في رحاب جامعة شندي العريقة لابد أن نحيي الأخ البروفيسور تايسير مدير هذه الجامعة وكل عمداء الكليات والأساتذة والطلاب والطالبات. ونحن هنا في إطار دورة الجامعات للقاء الطلابي الثقافي العلمي الرياضي الفني الديني سمي كما تشاء. كل ذلك يعنى بتربية النشر في هذه في هذا المستوى العريق من جامعاتنا. نحن هنا للدورة الخامسة والآن احنا هنا في هذه القاعة شاهدنا كثير من الأعمال الفنية التي يقوم بها بعض طلابنا وطالباتنا. نشهد أن هذا العمل عمل جميل وربما يمكن يعني يرتقي للمستوى الإقليمية والدولية. سر أن الذين يسمى وقانونيين وناس عندهم مجالات أخرى أكاديمية غير الفن، وبالتالي هذه تكمل شخصية الطالب. أن نريد الطالب أن يكون دور بس يعني دور أكاديمي بحت، بل عنده ملكات عنده مواهب وقدرات ربنا وحاولها، وبالتالي هذه الخطة الجامعة ممكن تأهل الطالب وتمكنه كأنه يطور هذه المواهب وملكات الطالب الفكرية العلمية الإبداعية كلها. وبالتالي نشكر الأخ رئيس الجمهورية أن أقبلنا هذا العمل وجهت جائزة كبيرة جدا تعطى لهم في نهاية مارس بإذن الله تعالى. فخور جدا أن حضر هذه الجامعات في هذا المجال الكبير. شكرا جزيلا. نعم يعني برفها ولعل يعني دورة الجامعات تعد واحدة من ممسكات الوحدة الوطنية خاصة من هذا الكلام وحدة الله الجميل. نعم حول الطلاب ليسوا من جامعة شندي وليس من محلية شندي وحدها، بل من كل المؤسسات الذين تقدموا للقبول بهذه الجامعة بتطلعاتهم وبرؤيتهم وبموافقة أسرهم الكريمة. ولذلك جامعات واحدة من ممسكات الوحدة الوطنية، ولربما في هذه الكيفية ممكن احنا نوحد يعني أبناء السودان ويكونوا هم عايشين متلاحمين مع بعض وبعدا للعنف الطلابي وبعدا كل عام احنا نجدد ونطور قدراتنا ونمشي لقدام بإذن الله تعالى بناء على ما سبق من تجارب ومشاكل. كلمة أخيرة من مملكة الجعلة التجاني مصطفى مدير. شكرا جزيلا. أقول بي فضل غير غير تك الشرب على داكوش كلنا شايفينها غير يدي دي شايفة هي تيجي كلها الاستثمار الكبير يعني لتعزيز روح الانتماء للدين والوطن. حقيقة
واحدة من الحاجات اللي أنا بلغة أولى هذا التشجيع بفوق الحماس وكل دول يتفاعل جامعته تحت مشروع لكن حقيقة يعني لفت انتباهي كمان أكثر يعني أغلب الطلبة يا إما طالب من امتحان يا إما بعض الجامعات خاشة امتحان بشكر أخواننا في الجامعة الشيخ يوم الامتحان تدروا المنافسة ورجع أنا بشوف إنه يعني التضحية من الطلبة يعني زحمة الامتحانات تدخل الزليل لجامعة معنا تدين سماء انتماء يعني فاية الحد نتمنى يتبع في الجامعة يتدخل الانتماء الوطن يكون في نفس المحل يعني لو الناس شافت الغروض اللي تقدمت في المسرحيات فوق تقريبا نقلة جديدة فوق الانتماء للوطن انتماء للجامعة انتماء للإنتماء في هذه الغروض نتمنى أن ننزل شكراً حمد المشارك في مجال الإبداع الصحابي في الدرجة الخامسة نحيي جامعة شندي على استضافتها لهذه الدورة نحيي الإخوة الإصدار للتعليم العالي على تدريبهم لهذا المشروع الضخم نشكر لهم ذلك ولا شك أن هذه الدورة وهذه المنافسات تحت الجامعات والكثير من التلاقح والكثير من التعاون والكثير من الترافق بين الطلاب فيما بينهم وبين مشاركتنا رغم ان جامعتنا جامعه حاسده هذا هو عامها الثاني ولكننا شاركنا في الدوره الاولى والمسابقه السابقه في المهرجان الرابع في وادي النيل ونشارك في هذا المهرجان وحقيقة أنا أحيي جامعة شندي على تنظيم لهذه الدورة ونحيي لهم روح الاستقبال وهذه الروح الطيبة التي وجدناها وجدها طلابنا من الإخوة في جامعة شندي التي تستضيف هذه الفعاليات نأمل في هذه المنافسات والأنشطة المختلفة أحيي المعرض الذي نحن الآن فيه ومررنا عليه هذا مرعى جامعة شندي وكذلك أعبر عن ابداعات الطلاب هذه الدورة خاصة في مجال الرسم والتصوير في